بديش كنجري، راجل كان كيفتح حالو ديالو، يا خور نزل بالهراوة، ضربون الراس طاح، جبت السفرة قوز عليه، فهمتيني تخسيب عليه السفرة دخل بحالو نقدر، عيطت له واش اللي عملت يا محمد؟ قال لي واش اللي عمل لي ولد الحرام شبر رواسه بدل ما وضى وسيبو من السرجم، فهمتيني؟ وشد الطاقة، جا المخزن. ضاقينا عليه قال لي تيجيو بوليس مي جاو بوليس قلنا له هادو بوليس فتحوا لهم هو دخل معاهم ما كناش متوقعين هاد الشيء هذا جوج بيهم الناس مزيانين لا هذا ولا هذا كاري عندهم محل كولومبي سنين هادي فهمتيني هو كيقول لك هاد الشيء على الموضه وشي ترافيك وقالوا في الموضه لا الله هو هذا يا خور عندهم تقريبا 70 عام حتى قدا وحده